الأخ محمد من ليبيا. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. مرحبا بالشيخ خالد من مصر. أهلا بك، حياك الله. تفضل أخي محمد. حياكم الله. الله يحفظك. تفضل. أبو الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول، عند في جنائز، نعم، ما يطلب من يقبر في المقبرة، يديروا في طورك، يعزوا في أهل الميت، يعزوا فيهم. أي نعم. نعم. السؤال في صلاة الجمعة. السؤال أخي محمد، يعني أخي محمد، سؤالك الأول، سؤال تسأل عن التعزية لأهل الميت في المقبرة. أخي محمد من ليبيا يسأل عن، يقول التعزية لأهل الميت بعد دفنه في المقبرة تحديدا. الاتفاق منعقد على أن التعزية سنة، نعم، ولم يحدد لذلك مكان، فحيثما تيسر أن يعزي فذاك هو المطلوب. نعم. في المقبرة، في المسجد، قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعد يوم، في المكتب، بالهاتف، كل هذه وسائل لتحقيق سنة. ليس شرطا أن يكون بعد دفنه، لا، قد تكون قبل دفنه. قد تكون قبل دفنه. نعم. لأن التعزية هي تسلية. نعم. المصاب. والمصاب متى أصيب؟ نعم. أصيب عند نزول المصيبة بالموت. نعم. صحيح. ولذلك يعزى حتى قبل الدفن. بعض الناس يتصور أنه لا يكون التعزية إلا بعد الدفن. نعم. وهذا ليس بالصحيح. التعزية تكون عند المصاب. ولذلك تجد أن من الناس من مثلا يجري عليه عارض فيصاب بابن له أو بحبيب، ويبقى هذا الميت فترة لا يدفن، إما لإجراءات نظامية أو لتشريح أو ما إلى ذلك. وهل هذا يعني أنه ننتظر حتى يدفن بعد شهر ثم نعزيه وقد هانت عليه المصيبة وزالت؟ التعزية هي التسلية وقت المصيبة.